ينضم إلينا من زيورخ لينارد فافر المدير العام في ون بلو هورايزن. أهلا بك لينارد. 84% من الشركات يخططون لإنفاق أقل على السفر بعد الجائحة، كيف برأيك قد يؤثر ذلك على صناعة الطيران وانتعاشها؟ هذا سؤال المليون دولار بصراحة. فعندما تنظرين إلى آخر 18 شهرا سمعنا الكثير من الافتراضات والأفكار المتعلقة بمرحلة ما بعد الجائحة، ومنذ البداية هناك سؤال كبير مطروح بخصوص السفر لأغراض تجارية، وبالتأكيد كل شركات الطيران تراجع الإجابة عن هذا السؤال. حاليا إذا نظرتي إلى نتائج النصف الأول من العام 2021، من الواضح أن بعض النماذج التجارية مثل نموذج الشركات ذات تكلفة منخفضة في أوروبا وآسيا وأمريكا تؤدي أداء جيدا، وأرقامها أعلى من مرحلة ما قبل الجائحة. إذن الأمر يختلف من نموذج عمل إلى آخر، ومدى تأثر كل نموذج تجاري بالجائحة. وشركة مثل طيران إمارات والقطرية والاتحاد وإير فرانس وبريتش إيرويز هي أكثر تأثرا، لأنها تعتمد اعتمادا كبيرا على السفر لغرض الأعمال. لكن الأمر إذن يتعلق من أو يختلف من نموذج تجاري إلى آخر. طيب أيضا هناك الإجراءات التي تتغير بشكل يومي حول السفر، يعني أنا اليوم أريد أن أسافر إلى بلد، يجب أن أذهب إلى حجر في بلد أخرى لعدة أيام ثم أعود وأسافر ويتم الحجر في لفترة في بلد. الآن أوروبا تمنع السفر لغير المطعمين من الولايات المتحدة في المرحلة المقبلة. هذه التغيرات اليومية ألا تنعكس على الشركات وأداء الشركات التي تريد أن تذهب باتجاه السفر بغاية العمل وتتفاداه؟ Yes. نعم هذا صحيح، وهذا سبب آخر لأن هناك الكثير من العوامل، فالأمر يختلف من يوم إلى آخر كما تقولين. الدول تغير إجراءاتها بشكل متكرر، وهذا الأمر يؤثر على أداء الشركات، وهذا الأمر لاحظناه. إذا نظرت إلى أسباب سفر الناس لأغراض تجارية، أحيانا هم يسافرون للقاء الزبائن، هذا أمر مهم، وبرأيي سيعود إلى الوضع الطبيعي. فمع وجود إمكانيات التواصل عن بعد هذا يظل قائما، لكن الأمر يختلف عن لقاء الشخص عند إبرام صفقة. ودائما الشركة أحيانا تخسر زبائن لأن لا تتقابل مع الزبائن، وبالتالي إذا كانت الشركة تريد أن تلتقي بالزبائن فإن السفر لأغراض تجارية سيظل قائما. إذا كان زميل سيسافر إلى المكتب الأساسي بالتأكيد هذا الأمر ربما يتراجع، وهذا الأمر سيؤثر كثيرا. في آخر 18 شهرا الشركات أدركت أن الكثير من عمليات السفر التجارية يمكن توفيرها، وهذا الأمر لم يؤثر على عمل الشركة. إذن بالتأكيد شركات طيران ستراجع هذا الأمر ومدى تأثيره عليها مستقبلا. أيضا ليونار، موضوع المتحورات الجديدة والخوف من هذه المتحورات، يعني اليوم نسمع عن متحور مو الجديد، بالأمس دلتا، هذا عامل الخوف إلى أي مدى أيضا له تأثير على قطاع الطيران؟ منذ بداية جائحة كوفيد 19 كان هناك قطاعان تأثرا شديدا. القطاع الأول هو قطاع الضيافة، والثاني هو قطاع الطيران. وبالتالي كلما أعلن عن متحور جديد أو موجة جديدة للجائحة بالتأكيد فإن سلسلة
القيمة بأكملها تتأثر، والأمر لا يسمح بالتنبؤ، وهذا يخلق وضعا معقدا ويعقد عمل الشبكة، لأن الشركات تريد أن تكون مرونة بالتأكيد، لكن المرونة في قطاع الطيران مع وجود وجهات وبحاجة إلى تنظيم الشبكة لن يكون الأمر سهلا. إذا قطاع الطيران، وطالما أنه ليس هناك حل واضح للتعامل مع الجائحة، فإن قطاع الطيران سيظل يتأثر تأثرا سلبيا وسيشهد تقلبات كبيرة. وفي الأشهر القليلة الماضية رأينا أداء جيدا، لكن هذا لا يعني أن الأشهر المقبلة ستشهد هذا الأداء الجيد، وهناك عدم يقين كبير. شكرا لك ليونار فافر من زيوريخ، المدير العام في شركة بلو هورايزن، وان كنت معنا من هناك. إذن شكرا لك، يعني نحن كلنا اشتقنا للسفر، بدنا نسافر.